زمان قالوا بيقولوا وبضدها تتمايز الأشياء، يعني لما نجيب حاجات ضد بعض المعنى بيبان أكتر، سواء في الحجم، في الشكل، في الأداء، في الأخلاق. لما تشوف حاجة كويسة قوي تدرك قد إيه الحاجة التانية وحشة قوي، أو لو تشوف حاجة منورة قوي تدرك قد إيه الحاجة التانية مظلمة قوي، ولما تشوف حاجة طويلة قوي تقدر تقدر إن في حاجة تانية قصيرة قوي. الأضداد اجتمعا معا في الاستوديو. خلينا نقول أول حاجة معانا أو أول طرف معانا، أطول رجل في العالم. أطول رجل في العالم اتسجل في موسوعة جينيس الأرقام القياسية من 2011، هو سلطان كوسين، شاب تركي طوله 251 سنتي، مترين ونص وشوية. أما أقصر امرأة في العالم فهي فتاة هندية عندها حوالي 24 سنة، طولها 62 سنتي و8 من عشر، يعني مش عايزة أعمل تقريب بس كده. الحقيقة أن أطول رجل في العالم وأقصر امرأة في العالم هيجتمع سويا في الاستوديو وبضدها تتمايز الأشياء. سلطان كوسين الأطول والأقصر الفتاة الهندية جيوتي أميجي. سلطان. أوه، مرحبا. هلو. I'm very happy to meet you, Beauty. Beauty من الهند. أنا تعرف أنا يعني Beauty من الهند. From India. Sultan from Turkey. Yes. من تركيا. Turkey. Beauty. You speak little English or no? No. طيب. Can I carry you to put you on the sofa or no? Okay. طيب, would you hold this please? Just yes. No. You carry it. Just hold it. Okay. Can I carry you? Me talk me no. Hello, beauty. الأطول والأكثر. Okay, would you have a seat, please? Okay. I'm helping Jyoti to sit down. Okay. Okay. Thank you, thank you. سلطان الأطول وجيوتي الأقصر. beautiful. You are beautiful. دلوقتي احنا هنحتاج مترجمين للتركي والهندي، فأنا برحب بالمترجمين اللي معانا. أهلا بحضراتكم. خلينا نبتدي بسلطان. سلطان ممكن نسأله عن سلطان سيزين لباشليور. هو عنده حاجة و 30 سنة تقريبا. سيزين ياشونز أوتوس كسور كالي بديل 35 سنة. 35 سنة. فكرة انك تكون الأطول في العالم دينين ان اوزون اركيا اولارك بتشعرك ان احنا كلنا قصيرين؟ يعني انت بتشوف العالم كله قصير؟ بتون انسانları küçük olarak mı görüyorsunuz? Evet, yani ben yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım yani. Gerçekten de insanlarla aynı yerde durduğumuz zaman على وجه الكرة الأرضية çok büyük bir fark var ortada. فطبعا بيني وبين كل الآخرين فرق كبير جدا.
فرق شايفه مميز ولا أولمومو أولمسوزمو؟ benim için olumlu tabii ki. هو طبعا بالنسبة لي إيجابي جدا. إيجابي. أولمومو. يعني çok hoşuma gidiyor çok. أيوة طبعا عجبني أوي. طيب هرجع تاني لسلطان بس هروح لجيوتي. جيوتي أمجي من أي مكان في الهند جيوتي؟ جيوتي كا آپ هندية مي كهان سے رہنے والی ہو؟ میں انڈیا میں ناگپور میں رہنے والی ہوں انا عائشہ فی الہند فی مکان اسمه ناگپور 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 عايز اسالك اسئله كتيره يا جيوتي بس انت الوحيده اللي في عيلتك اللي بالحجم الصغير ده يعني كي آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی اپنی فیملی میں ایک ہی چھوٹی ہوں یا اور کوئی بھی چھوٹے ہیں آپ سے نہیں میرے فیملی میں میں سب سے چھوٹی ہوں اور ہائٹ میں بھی میں ہی چھوٹی ہوں میرے فیملی میں سب نارمل ہیں انا اصغر واحده في عيلتي واصغر حجما وكل عيلتي طبيعيه جدا نورمال مقاس بتاعهم نورمال جدا انا الوحيده القصيره انت طولك حاجه و60 سم 62 سم و8 من 10 كريكي ابكي هايت 62.8 هي ها مين اللي سجلك في موسوعه جينيس يا جينيس كريكي اپ کیسے جينيس کے ریکارڈ میں گئی تھی جينيس ریکارڈ میں پاپا نے اپلائی کیا تھا میرے ڈاکومنٹ بھیجی تھی جب انہوں نے میرے ڈاکومنٹ دیکھے اس کے بعد میں انہوں نے بابا هو اللي سجل مجھے میں ریکارڈ میں آ سکتی ہوں اس کے بعد میں مجھے گنیس ریکارڈ ملا اول حاجه بابا هو اللي سجلني في الريكورد بعت ايميل للندن وهما من ساعتها اخذوني وسجلوني في الريكورد قدرتي تدخلي المدرسه يا جيوتي ولا كان صعب جيوتي كريم كي اپ اسکول میں گئی ہیں یا اس کے اپ کے لیے اس کے لیے دقت ہونی پڑی اسکول میں گئی لیکن تھوڑی بہت پرابلم ہوتی تھی مجھے اسکول میں جانے کیونکہ سب بچے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہیں مجھے کوئی دھکا نہ مار دے یا پھر میں گر جاؤں اس لیے مجھے ڈر لگتا تھا رحت المدرسة ولكن عانيت صعوبات جدا لأن كل الأحجام كانت كبيرة عندي الأطفال كلهم كبار وأنا الوحيدة قصيرة جدا فخفت حد يزقني أو كنت بخاف جدا فعشان كده خدتها منازل حاولتي يعني بتخرجي وبتتفسحي عادي ولا بيخافوا عليكي كريكي اب اكيلي گھوم سکتی ہیں پھر سکتی ہیں یا اپ کو ڈر لگتا ہے نہیں میں اکیلے کبھی بھی نہیں گھومتی ہوں جب اپنے گھر پہ ہوتی ہوں تبھی گھومتی ہوں اکیلے باہر اکیلے نہیں جا پاتی کیونکہ میں لوگوں میں میں اکیلے نہیں رہ سکتی ہوں میں اتنی چھوٹی سی ہوں تو میں کسی کو دکھتی نہیں ہوں ما اقدرش اخرج لوحدي بره لاني بخاف جدا وخصوصا انا كمان حجمي صغير جدا فبخاف ان محدش يقدر يشوفني وممكن اتزق في الشارع عادي فلازم يكون حد معايا وانا خارجه. إيه عندك اخوات يا جيوتي؟ يعني كي اب كي بهن بھائی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں؟ مجھے تین سسٹر ہیں ایک بھائی ہے میں سب سے چھوٹی عندي ثلاث بنات اخوات وواحد ولد وانا اصغر واحده فيهم. طيب عايز اسالك سؤال هما في البيت بيتعاملوا بسنك بمعنى ان انت شابه انت عندك 24 سنه ولا بحجمك انك صغنونه فبيعملوك على انك طفله يعني كي اپ کو گھر میں وہ اول کے کی طرح پیش کرتے ہیں کہ اپ کے 24 سال ہیں یا اپ کو چھوٹے لوگوں کی چھوٹے نظروں کی طرح پیش کرتے ہیں اپ کی فیملی نہیں مجھے چھوٹے بچوں کی طرح یہ نہیں ٹریٹ نہیں کرتے بڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں لا بيعاملوني كطفلة في أوقات وككبيرة في أوقات بس أحيانا كتيرة جدا بيعاملوني كطفلة أيوة بيعاملوكي ككبيرة يعني بيطلبوا منك مهام في المنزل إنك تساعدي في ترتيب البيت وكده ولا لأ؟ كي آپكو بڑے برتاو کرنا کیا گھر کا کام کرنا پڑتا ہے یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں گھر کا کام کچھ بھی نہیں کرتی ہوں صرف مجھے گھر کا کام کچھ بھی نہیں آتا ہے میں تو ما بعملش أي مهام لأني ما بعرفش أعمل أي حاجة لوحدي سلطان من وانت طفل بدأ الطول عليك ولا في فترة معينة uzanmaya mı başladınız yoksa belli bir yaşa gelince öyle mi başlamış? Yani ben de çocukken uzuyordum yani 12 yaşındaydım. Ben atual min وانا 12 سنة كنت تقريبا نفس طول بابايا. انما في سن اصغر كنت طول متوسط يعني افاق نورمال دي نورمال دي نز ديل ما evet 12 yaşında yani 1.70 boyundaydım. وانا صغير جدا كنت طبيعي ولكن لما وصلت 12 سنه بقى طولي تقريبا متر و70 سم. سلطان عرفت ان هو مرتبط او متزوج؟ سيز ايفليسنز غالبا دورو مدور.
Evet. Ayva, ana mutezavuk. Mıratak tulha adli. Sizin hanımınız kaç boyunda? 1.75. 175 santim. Aa, toplumda ayakkabı giyince 1.85 falan oluyor. بس لما تيجي تلبس بقى حاجه كعب عالي بتبقى تقريبا 185 سم. اه ده بتطول جدا يعني بتبقى من نائم ده دي صور الفرح بتاعتك. بو سيزن ايفليك رسمليرنز ما ديون رسمليرنز. ايوه فعلا ده صور الفرح بتاعنا. اه وكل دول اصدقائك ولا دول من المنطقه بتاعتكم في تركيا؟ منطقه دانمار. Yani benim olduğum düğünde 5000'den fazla insan gelmişti yani. Bazıları arkadaşımızdı, bazıları yani Mardin'de olan herkes geliyordu. Mağazamın neskenu muhtelife yani. Bas hama kanun 5000 insan. El mesele mish bil tul wala bil ard, mesele bil elb yani. Hova uzun olmakla ya da kısa olmakla değil yani yürek. أكيد هو اختار اللي يحبها قلبه وهي كمان قلبها حبه. سيفدينيز إنسان سيتشمس سنزدر. Kesinlikle يعني. أيوة طبعاً. Ben onu seçtim yani bir daha tekrar ben dünyaya gelmiş olsam yine uzun olmayı isterdim. أكيد أنا لو جيت لو اتولدت مرة تانية في الدنيا هختار إن أنا أبقى طويل. فعلاً؟ Kesinlikle mi? Doğru mudur? Aynen kesinlikle. Ayva falan taban. Ne? Ahsen hâge bithissi biha unta tawil iyi. Yani uzun olmak neyi hissediyorsun? Boyumu çok seviyorum. Baksana debellere sahibim. Bu eller kimde var dünyada? Bosu ki davat ala edeyi heyel iyi deyet mevgude andi min fi dünya. La elhayye mish anda had. Ya kesinlikle kimse de yok. طيب جيوتي انت عندك 24 سنة بتفكري ترتبطي؟ نايمة يا جماعة مش قاعدين يتجوزوا. لا عايزة اتجوز وما اتجوزتش ومش حابة اتجوز. عارفة؟ عارفة يا جيوتي؟ عارفة يا جيوتي؟ لو ما كانش سلطان اتجوز كنت وصلت لك عند سلطان. سلطان كده مش قاعدين يتجوزوا ومعلش قاعدين كانوا قاعدين يتجوزوا. انت عايزه تقعدي في البيت مع اخواتك؟ كريكي اب گھر میں اپنے بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ہاں میں اپنے فیملی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں اس لیے مجھے شادی نہیں کرنا. بحب اعيش مع عيلتي دائما فعشان كده مش حابه اتجوز. مين احن حد في اهلك في اخواتك في عيلتك؟ كريكي كون سے فیملی میں کون سا ممبر آپ کے بہت نزدیک ہی آپ کو پیار سے کرتا ہے؟ میرے فیملی میں مجھے سب ہی پیار کرتے ہیں. بابا دیدی بھیا بابا اختی اخواتی گواز اخواتی میں سب سے چھوٹی ہوں تو سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں. عشان انا اصغر وحدہ فکلهم بحبونی جدا. ماما ہے ماما ہے نا حضرتك you're the mother of جوتي. كريكي جوتيكي معي. هلو هلو I'm sorry, I did not realize that you're joining us. It's a pleasure to have you and the father also. I should welcome you properly. Hello. Welcome you with us in the studio. It's a pleasure having you. الوالدة والدتها بتتكلم انجليزي ولا لا؟ لا. ما مش بتتكلم انجليزي. طب ممكن تسالي والدتها هي احساسها بجيوتي اكتر ان هي طفله عشان حجمها ولا ان هي شاب عشان سنها؟ كيري انتي ابو كيري كي اب جوتي كو كس نظر سے دیکھیں کہ بچی کی نظر سے دیکھیں یا 24 سال کی عورت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اپ؟ نہیں اس کو تو ہم بچی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. لا بشوفها كانها طفله. كانها طفله. طفله. هي جميلة ووديعة و بغطي خوبصورة يا عبتي. شوك يكسك. ممكن أسأل مين أطول واحد هنا في استوديو؟ بان ده يروكن عبزة قبامات كسي كو بتاني وتاكي ما شوفي ببايتي ورومي ربا رعب ببايتي.